اهلا وسهلا احبائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم ازاي تنور. زي ما انتم عارفين ان احنا بنتكلم دايما على ان النور الحقيقي هو الهنا القدوس شمس البر. لما الواحد بيقرب من ربنا كتير بيصعب عليه ساعات ان هو لسه بيقع في ضعفات. عايز اتكلم معاكم النهارده على نقطه ضعفي. نقطه الضعف اللي عندي في حياتي. كتير قوي من الناس بتحاول وبتجاهد. بس في نقطة ضعف معينة كده تلاقي الواحد مش عارف يتحرر منها. بولس الرسول قال أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. أقول لكم على حاجة زمان لما كنت بسمع الآية دي كنت بقول ازاي يا بولس بتقول حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي؟ فين القوة في كده؟ أنت بتقول أنا ضعيف طب ما مش مش مفهومة بالورق والقلم انت عندك ضعفات وبعدين تقول اصر بالضعفات ازاي قل يا رب شيل الضعفات يا رب انا تعبان فلو كملت يقول طلبت من الله انه يشيل مني ولكن قال لي كو... قال لي ايه بقى قال كده فقال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل عايز اتكلم معاكم في المبدا ده النهارده قوتي في الضعف تكمل يا رب ده ضعف ازاي قوتك في الضعف تكمل قوتك محتاجه قوتي عشان نشتغل مع بعض يقول لك لا عايز اتكلم معاكم النهارده في حته ضعفي وكيف ينظر اليه الله وكيف انا انظر اليه الاول تعالوا نشوف ايه رد فعلك وفع ورد فعل الدنيا لما بيكون في حد ضعيف العالم يعلمك ان انت تخفي ضعفك وتحاول تتجمل قدام الناس او تحاول انك تفايت وتجاهد ضده مش بس عشان خاطر ربنا يشتغل لكن عشان خاطر تثبت للدنيا ان انت قوي وان انا عملت وتكتب قصه كفاح وتش از اوكي لكن تعالوا نفهم الافكار اللي في السوق او الافكار اللي في العالم بيفكر ازاي تجاه نقطه الضعف احيانا العالم يقدم فكره خطيره وهي فكره ايه انه اتس okay. كل الناس بتعمل كده مفيش مشكله انت ماشي كويس اقبل نفسك كده مفيش مشكله آه انك تقع او مفيش مشكله عادي آه يعني آه بيحاول يموع فكره انك تجاهد ضد نقطه ضعفك احيانا كمان يقول لك ايه بص استسلم ومفيش فايده في الموضوع ده انا ما فيهاش فايده في الحته دي انا مش هعرف دي افكار العالم اللي بيقولها وبيأثر بيها علينا وعلى اولادنا احيانا آه بيسموه الإيه الاسقاط أقول إيه؟ آه أصل أنا بسبب أهلي أنا بقيت كده، وأفضل طول الوقت لما اعرف في الموضوع ده أقول أصل أنا أهلي عملوا كده، أصل إخواتي عملوا كده، أصل أصل جيراني، أصل أبونا قال، أصل بابا قال، أصل مراتي هي السبب، فتلاقي دايما الإنسان يسقط المشكلة على حد تاني. أحيانا كمان دايما أقول إيه؟ معلش معلش إعذروني آه آه في الموضوع ده، أصل أنا عنيد، أصل أنا خايف، أصل أنا عصبي، أصل جبان، أصل أنا أناني اهو ده طريقه اللي هي اللي هي اتعودت على حاجه فانا مش قادر ابطلها كل دي طبعا واكيد اكتر منها اراء او افكار تتعامل فيها مع الضعف او مع نقطه الضعف بتاعتي آه لكن هسالك هل انت ليك دور في نقطه الضعف اللي انت فيها انت ليك دور في الضعف اللي انت فيه لكن يمكن انت ما اخترتهاش ما اخترتش ان انت تتربى في اسره مثلا بتحب الماديات او اتربيت في مجتمع او في بيت في شويه كذب او في شويه خداع او او في مثلا سلوكيات غير لائقه انت ما اخترتش ده ايوه لكن انت في وقت في عمرك تقدر تختار ان انت تتصالح على ده وتقدر تتغير التغيير متاح وتقدر تتغير بنعمه ربنا اغلب نقاط الضعف اللي احنا في حياتنا هي اكتسبناها فزي ما دام حاجه انت اكتسبتها تقدر كمان انك ايه تفقدها زي مثلا واحد اكل كتير قعد فتره في حياته بياكل كتير قوي فيعني اتمالى شويه في وزنه فزي ما اكل كتير يقدر بنعمه ربنا يلعب رياضه ويعمل نظام رجيم كويس ويخس مفيش مشكله لكن ساعات الواحد ييأس من من ده والكلام اللي انا بقوله ده ممكن تطبقه على كل حاجه مش بس الـ يعني الـ نقطه الضعف الروحيه طب ايه اشكال بتترجم لايه لما يبقى عنده ضعف او عنده نقطه ضعف بيبقى الانسان بيبقى بيسموها بالانجليزي عايز يفنت فنت يعني عايز يفرغ عايز افرغ الـ الالم اللي جوايا من احساس ان انا عندي نقطه ضعف فيقع في ايه بقى يقع في خطايا الشهوه او الكسل او سوء الظن بالناس او النهم او الادانه او الادمان بكل اشكاله بقى من اول الميديا للاكل للخطايا الوحشه الافلام الغير مقدسه العادات البطاله او يقع في الخوف او الاضطراب او القلق وعلى فكره القلق خطيه يقع في الاندفاع يقع في البطء يقع في التواكل على حد يعيش في كومفورت زون كده هي طبعا مش كومفورت ولا حاجه هي زي منطقه من ال من ال من الضلمه عشان خاطر يهرب بيها وتبقى دي ملجا بتاعه. علاقه غلط، كلام غلط، مسجات غلط وفاكر ان هو كده بايه؟ بي يا يعني بيريح نفسه. طبعا كل كلنا تحت الضعف، محدش يعني الكلام ده ليك فمفيش حد يفكر غير في نفسه دلوقتي. خلينا نتفق على اني الله قادر انه يغيرني. ليه؟ لان الله الهنا مش ضعيف والله مسؤول عنك فخلينا نتفق ان نقطه ضعفك دي صدقني هي مجال انك تعرف ربنا ومجال ان انت تظهر محبه الله ليك والله يوري لك قوته فاكرين المولود اعمى المولود اعمى ما اختارش ان اعمى لكن كان عنده ضعف انه مش بيش انه فيش عينين فالله تمجد في حياته وعرفه يمكن الانسان ده لو كانت ولد بعينين عاديه ما كانش يهتم ان هو يروح لربنا فاول نقطه عايز اقولها لك ان ضعف نقطه الضعف اللي عندك ان كانت في الجسد او في الفكر او في الامكانيات او 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 هي فرصه لظهور عمل الله في حياتك هتقولي طب يعني ربنا ما يقدرش يتمجد في حياتي غير كده هقول لك لا هي مش بتتاخد كده هي بتتاخد ان الله عايز يبني معاك علاقه وعشان احنا الارض دي زي ما بنقول كده ليس لنا هنا مدينه باقيه فما يضايقكش قوي ان كانت الدنيا يعني فيها انت واخد فيها قد كده او قد كده انت شبعك في المسيح لانك حتى لو واخد قد كده ومش شبعان بربنا ما انت مفلس برضه فشبعنا الحقيقي في ربنا ضعف الجسد ما يديلكش اي مبرر انك تقول انا مش قادر انا مش قادر آه عنديش ارادة ضعف الامكانيات ما يلغيش انك عندك فكر ربنا مديهولك تقدر تشغله وتقدر تفكر وازاي تكبر في ناس تحدد ده وبقت طلعت من كل الضعف واللخبطه والموارد الضيقه والظروف الصعبه الى ناس ناجحه جدا لان الظروف دي خلتهم يخترعوا افكار جديده ويعملوا حاجات حلوه وينتجوا ويكبروا فالافكار جميله وكتيره واللي عايز ينجح بجد بنعمه ربنا ربنا يديله النجاح اله السماء يعطينا النجاح فمش دايما المبرر ان اقول ايه خلاص دي ظروفي كده احيانا كمان الواحد يتعامل مع نقطة الضعف بتاعته إنها خلاص هي دي نهاية حياتي كده وهفضل كده. خطر قوي. تعالوا طيب ناخد في دقائق كده بسرعة إزاي تتعامل مع نقطة ضعفي؟ أول حاجة إعرفها. إعرفها وخليك متفق مع نفسك إن أنا عندي التحدي ده. لأنك لو أنت بتنكرها وبتقول لا لا أنا مفيش مشكلة أو بتحاول تتصالح معاها دي هتلاقي نفسك بقيت جزء من نمط حياتك. أول حاجة لازم تعرفها. تعرفها وحتى لما الناس تشتكي منها قول لهم انا عارف ان انا عندي المشكله دي لكن كمان خليك امين مع نفسك وافحص جوه اعرف هي واصله لفين؟ انت في انهي مرحله؟ انت في انهي مرحله في نقطه الضعف دي؟ هتعرفها ممكن من كلام الناس ليك لو انت مش شايف بس خليك شجاع واسال اسال حد قريب منك، اسال حد بتحبه قول له هو انا عندي المشكله دي بس حد تكون ثقه قوي ويا يكون اب اعترافك. لما هتقرا كلمه ربنا تبدا تكتشف يعني مثلا معركه شباب كتير دلوقتي مثلا القداسه والعفه والحشمه لما الناس تبدا تقرب من كلمه ربنا وتبدا تفهم انه السلوكيات دي مش مناسبه بتبدا تكتشف انا عندي مشكله في الحته دي مشكله في مظهري مشكله في كلامي مشكله في سلوكياتي فيبقى اول حاجه اعرفها اعرفها عن طريق ايه افحص نفسك اقعد مع اب اعترافك لو حد بيشتكي منك اتكلم معاه بس بأمانة عشان يكشف لك وما تزعلش منه بس دي محتاجة نضوج شديد خطأ بتقع فيه بتهيألي لو فحصت ذاتك كده عارف الاكس راي جيب اكس راي ماشين كده وافحص ذاتك بكلمة ربنا تكشفك نمرة اتنين وهي لا تفقد رجائك لا تفقد رجائك اطلب معونة الله بإلحاح اطلب معونة الله وقول له يا رب قويني قويني يا رب وسندني اطلب نعمة من ربنا اطلب طلب بدموع وبصلاة وب... و... وحط الموضوع قدام الله بقوة وواظب انك تحط الموضوع ده في اعترافاتك وفي توبتك وفي قداساتك وفي كل مرة تطلب بصريخ لله قويني يا رب قويني يا رب ما تسيبنيش انا اشك ان انسان ي... يعني يطلب ب... ب... بايمان وبصريخ من الله ان الله يقويه طبعا ممكن طبعا تصلي لاولادك وتصلي ل... 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 لشريك حياتك وتصلي لكل الدنيا لانه احنا كلنا جسد واحد وكلنا واحد وبنصلي لبعض فخلي دايما عندك غنى في... في علاقتك بالله عندك ثقه ان هو قادر ان هو يحول الظروف دي لخيرك كمان دخل جوه حياتك حد يشيل معاك يعني في الاعتراف انت مش بس بتشتكي انت بتقول ابونا اعمل ايه رايك ايه طب آه ممكن ابونا يرشدك تقرا كتاب معين تشوف مثلا سلسله حلقات معينه تساعدك لان غالبا بيبقى الموضوع فيه حاجه متأصلة جواك. نقطه رابعه هي اتحدى نفسك. مش دايما افكارك تصدقها. مش دايما كل الكلام اللي بتقوله انا حاولت كتير مش هقدر مين قال انك ان انت حاولت؟ مين قال ان انت مش هتقدر؟ تشالنج زي ما بيقولوا اتحدى نفسك. اتحدى نفسك واعمل لنفسك نظام قوي. بس في نقطه ابدأ حاجه حاجه ما ينفعش تقول انا عندي مشكله في كذا وكذا 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 هبدا كل ده مع بعض لا مثلا بقع في النهم وبع عندي مثلا خطيه مثلا الادانه وعندي مثلا خطيه الخوف ابدا بحاجه واحده هنبدا الاول مثلا بالخوف يبقى اول حاجه هشتغل على المشكله دي لكنك تشتغل مع كل حاجه مش هينفع هتقع وهتلاقي نفسك احبطت وتقول انا مش قادر وخد معب اعترافك فتره معينه تدريب معين هتعمله مده كبيره يعني بحيث ان انت تكون مركز قوي واقفش نفسك امتى بتقع واعرف بتقع ازاي ايه الطقس اللي بتخش فيه بيوقعك يمكن في ظروف معينه لما بتقعد مثلا خطايا الشبابيه مثلا انت بتقعد في البيت لوحدك تفتح الانترنت بتقع تتفرج على افلام وحشه طب ما انت تقفش نفسك ايه الحق ايه اللي حصل تساعد نفسك شوف امتى قدرت تنتصر واعرف ازاي حصل كده وكمل كده فاعمل نفسك سيستم فيري ستريكت سيستم ارفض انصاف الحلول. ارفض ان انت تقول ايه لا انا ايه هكمل بس بدل ما هعمل كده هعمل نص نص لا خليك دريم هاي مع ربنا احلم الهك موضوعنا عن النور الهك ينور حياتك ما فيش اناره نص نص يا منور يا مظلم. ارفض مبدا التجاهل او الاسقاط او التبرير. كمان خلي بالك من اليأس مش معنى ان انت بقالك سنين بتجاهد لا قول كده يا لا تشمتي يا عدوتي لاني ان سقطت اقوم يعني ايه يعني حتى لو وقعت هقوم برضه الياس ما يدخلش قلبك الكلمه دي شيلها من قاموس علاقتك بنفسك وبربنا الله عمره ما يياس فيك اذا كان الله القدوس ما بيأس فيك انت تياس من نفسك كمان اعرف ان احيانا سكوتك بيديلك خبره ومعرفه وفهم انا وقعت ازاي المره دي طب المره الجايه لو وقعت اخد بالي بقى عشان انتبه يبقى انا عندي حرص كمان اعرف ان كل مره بتقوم الله بيحسبها لك انتصار وربنا ما بيقعدش يقول لك انت وقعت 70 مره انت وقعت 50 مره لا ربنا مش بيقول كده ربنا بيقول ايه ابني حبيبي بيقوم وفرحان بيك وبيطبطب عليك كمان حاول يبقى ليك آه نظام متابعه يعني يعني بتتابع نفسك وبتشوف قراءاتك ماشيه ازاي آه انتظامك في اعترافك ماشي ازاي توبتك مخدعك صلواتك مطنياتك آه كمان حاول يبقى فيه بيسموها اعمل سنكسار شخصي يعني ايه خلي عندك كده بيسموه جورنال او كراسه صغيره كده تكتب فيها كل يوم انت ايه الاخبار الدنيا عامله ازاي احساسك ايه في الموضوع ده ركز صدقني اللي بقوله لك ده بنعمه ربنا الله قال كده ايه تكفيك نعمتي فركز في عمل النعمه اه كمان لو في اي جرح جواك او اي ازمه جواك ما تخليهاش جواك لوحدك ادخل مخدعك واطلب منها واطلع على الاب اعترافك بسرعه وابدا اكتشف ممكن تكون حاجه محتاجه بس مجرد ان انت تقدم عنها او تكشف جرحك ده يوم ربنا يديلك شفة فتقدر بنعمه ربنا تنتصر انا واثق ان كل واحد فينا لو اجتهد وقدم لربنا حياته وقال له رب ادي حياتي بين ايديك زي بالظبط الخمس خبزات والسمكتين الله ياخد الخمس خبزات والسمكتين يقدسهم ويبارك حياتك كلها الخمس خبزات هم الخمس حواس والسمكتين هما القلب والعقل قدم حواسك لله قدم قلبك وعقلك لله يوم ربنا يحط ايده على على كل الكيان بتاعك ويقدسك وتبقى انت فعلا فعلا تقول مع بولس الرسول كده تكفيك يا نعمتي يا رب فعلا نعمتك تكفيني ربنا يدينا كلنا ان احنا ننتصر فيه ونبقى دايما منورين له كل مجد وكرامه الان والى الابد امين